هنا أستطيع أن أقف وقفة إجلال وإكبار أمام العراق، كل العراق الذي ساند لبنان عندما حصرته أياد الشر، واليوم مجددا يمد يد العون والمساندة بكل عروبة وأصالة إلى الشعب اللبناني. بوركتم شعب العراق وقيادتها وعتباتها المقدسة وأوقافها الشيعية والسنية وكل الطوائف، وفي مقدمتها هيئة الحشد الشعبي المقاوم المقدس الذي يثبت في كل يوم عمقه، عمق إيمانه وتجذره في هذه الأرض وانتمائه إلى هذه الأمة ببوصلة فلسطين. واسمح لي أن أخص أيضا بالشكر سماحة الشيخ طاهر الخاقاني الذي وصل الليل بالنهار ساعيا ومطمئنا ومستعلما عن أحوالنا بكل ما نحتاجه. وشو اسمح لي أن أشكر سماحة الشيخ خالد الملا أيضا الذي كان صوته صداحا دوما في نصرة الشعب المقاوم في لبنان. بوركتم وما قصرتم.